عالمنا مليء بالأشياء والأماكن العجيبة والغريبة، ولكن بعض هذه الأشياء نادرة للغاية لدرجة أن عدداً قليلاً جداً استطاع رؤيتها. ولكي يكون لديك فرصة في رؤية واحدة من تلك الأشياء الثمينة التي لا تقدر بثمن، لذا يساعدنا أن نقدم لك تلك القائمة المثيرة لأكثر الأشياء النادرة الموجودة في العالم. لنبدأ. لا، ليس كما تعتقد. تلك الصورة ليست صورة لصخرة ما أو بيضة عملاقة لأحد الديناصورات، ولكنها صورة لأكبر تل يسكنه النمل الأبيض في العالم، تم اكتشافه في الطريق السريع بين مدينتي بوليا وينابيع أليس في أستراليا. قبل أن نخرج من أستراليا، إليك ذلك الشيء الآخر. انظر جيدا في تلك الصورة. لا، ليست إشارة بقدوم نهاية العالم، إنها فقط صورة موكب لحشرات اليسروع. قائد ذلك السرب عادة ما يكون حشرة يسروع في طريقها لتصبح فراشة أنثى في المستقبل، فيقوم عدد لا نهائي من الذكور باتباعها بذلك الشكل الملتصق الذي رأيته. وقد أجرى عالم الحشرات الفرنسي جان هنري فابر تجربة لمعرفة إلى متى يستمر ذلك الموكب بذلك السلوك، فقام بوضع مجموعة منهم في مسار دائري، والنتيجة كانت أنهم استمروا في نفس المسار بنفس السلوك لأكثر من أسبوع، على ما يبدو أنهم سيستمرون إلى ما لا نهاية. إنه ليس مشهدا من فيلم ألفريد هيتشكوك، إنه سرب من مئات الآلاف من طائر الزرزور المعروف عنها الهجرة في الشمال البارد في شهري ديسمبر ويناير من كل عام. تم رصدها في سماء روما في إيطاليا وهي في طريقها للهجرة. فقط تخيل كم الذعر والفوضى الذي سببه ذلك المشهد فوق سماء تلك المدينة الهادئة. إليك ذلك الطاووس النادر من نوعه، طاووس أبيض بالكامل، هذا حقيقي، ولكن المؤسف أنه لا يوجد منه سوى عددا قليلا جدا في العالم بأسره، والسبب في ذلك البياض هو إصابته بمرض البياض لوكيزم، والذي يتسبب في خفض معدل الصبغات المختلفة للجسم، كما يتسبب في تلوين العين باللون الأزرق، ولكن الأندر من ذلك هو الطاووس الأبيض ذو العين الحمراء أو الوردية. أعتقد أنه ليس من السهل رؤية مثل تلك البيضة الممدودة، ولكن على الرغم من ذلك فإن ذلك البيض موجود بالفعل، حيث تقوم بوضعه بعض الدجاجات، ولكن ذلك الأمر قد يعني بأن هناك أمرا خاطئا بتلك الدجاجة، ولكن أيا كان ذلك الخطأ تظل تلك البيضة الممدودة من الأشياء النادرة. في أعماق المحيطات يوجد العديد من المخلوقات النادرة للغاية، حتى أن الغواصين المتمرسين لا يعرفونها بشكل كاف، مثل تلك السمكة غريبة الشكل والتي تدعى سمكة سكيت إيج، سمكة الورنك، وهي تنتمي لفصيلة أسماك القرش ويمكن العثور عليها في بعض الأحيان على الشاطئ. الآن إليك أكثر سمكة نادرة على الإطلاق والتي لم يتم رؤيتها سوى مرة واحدة في العالم، وليس متوفرا لها سوى صورة واحدة فقط. سمكة عيون البرميل أو البريلي تم اكتشافها من قبل معهد خليج مونتري لأبحاث الأحياء المائية سنة 2009، والسبب في ندرة ظهورها هو أنها تعيش على عمق من 600 إلى 800 متر تحت سطح المحيط. وعلى الرغم من أنها قد تبدو كبيرة الحجم في الصورة، إلا أن حجمها لا يتجاوز 15 سنتيمترا فقط. ما زلنا في أعماق البحار، ولكن تلك المرة مع الكركند أو جراد البحر. إليك تلك التشكيلة من الكركند التي إن عثرت على إحداها ستكون قد فزت باليانصيب. فذلك الكركند الذهبي احتمالية العثور عليه 1 على 30 مليون، أما الأزرق 1 على 3 مليون فقط، بينما ذلك الأحمر الموجود هناك تصل درجة احتمالية العثور عليه إلى 1 على 10 مليون، وكذلك منها الأصفر ذو الخطوط السوداء والذي احتماليته 1 على 30 مليون أيضا، بينما ذلك الكركند الشفاف الذي لا لون له، فحاول أن تتغاضى عن فكرة إيجاده التي تصل درجة احتماليتها إلى 1 على 100 مليون. السبب في تلك الألوان المميزة لتلك المجموعة غير معروف حتى الآن، فقد تكون بسبب نظام غذائي مختلف، وقد تكون لأسباب جينية أخرى. واحد من أندر الحيتان التي قد تراها هو ذلك الحوت الأبيض الأحدب الذي تم العثور عليه قبالة الساحل الشرقي في أستراليا سنة 1991، وقد تم تسميته بالحوت ميغالو
والتي تعني باللهجة الأسترالية المحلية ناصع البياض، ودام الاعتقاد بأن ميغالو هو الوحيد من نوعه إلى أن تم العثور على ميغالو جونيور في عام 2011. دعونا الآن نعود إلى الأرض. ماذا عن جذع الشجرة ذلك؟ لا، إنه ليس إعلان لإحدى الوجبات الخفيفة، إنه مجرد شكل غريب مطابق لشكل شطيرة رغيف الخبز لجذع شجرة تم قطعها من الأسفل دون قصد أن ينتج ذلك الشكل. والآن أترى حجر العقيق الناري ذاك؟ العقيق الذي كان رمزاً للحب في الثقافات الهندية القديمة يعد بشكل عام من أكثر الأشياء النادرة على وجه الأرض، إلا أن ذلك الحجر الأكثر ندرة تم العثور عليه في المكسيك. كرات الثلج تلك ليست من صنع البشر، وإنما طبيعية للغاية، وهي تتكون بواسطة الرياح عندما تهب على تلة شديدة الانحدار في بعض الظروف لتكوين تلك العجائب الصغيرة. والآن إليكم الأوكنايت. شيء آخر من الأشياء النادرة والمثيرة للاهتمام الأوكنايت، وهو عبارة عن مجموعات من ألياف الكريستال اللينة والهشة للغاية التي تتكون من الرواسب البركانية التي تعرضت لدرجات حرارة منخفضة بشكل مفاجئ وسريع. بعض الحيوانات نادرة، ولكن تحقق من ذلك الديناصور على وجه الخصوص. في الواقع الديناصور نفسه ليس الشيء النادر هنا، ولكنه المزارع الذي يدعى راندي ريس من إحدى مقاطعات شمال شرق مونتانا، حيث عثر على هيكل سليم كليا وكامل لرأس ديناصور مدفون في أرضه. القصة بدأت عندما جاء إليه رجلين وعرضوا عليه استئجار أرضه للبحث عن عظام ديناصور كانوا يظنون أنها موجودة هناك مقابل $5,000، وبعد سنة كاملة عاد إليه الرجلين ليخبراه بأنهما عثرا على رأس ديناصور كاملة وليس عظاما فقط. تخيل معي سعادة تلك العائلة، خصوصا عندما علموا بأن رأسا أخرى مشابهة لتلك التي عثروا عليها تم اكتشافها في داكوتا الشمالية وبيعت بأكثر من $8 مليون. الأمر المضحك أن ذلك الديناصور لو كان تقدم خطوتين فقط قبل موته كان سيسقط في أرض ملكا للحكومة، وكان ريس سيخرج خالي الوفاض. يا له من شخص محظوظ بالفعل. بالنسبة لكون السماء تمطر فإن ذلك يعد أمرا طبيعيا، ولكن مطر يتساقط منه كرات ثلجية بحجم كرة اليد، إنه حقا أمر غير مألوف. تلك الكرات الثلجية الضخمة سقطت من سماء ولاية ألاباما. لا تتسرع بالإعجاب بمظهرها، فذلك المشهد يبدو مرعبا للغاية ويمكن أن يتسبب بدمار حقيقي. والآن إن أتيحت لك الفرصة للاختيار أي من تلك الأشياء النادرة تود أن تراها، دعنا نعرف إجابتك بالتعليقات.